يلا مكملين معكم مستمعينا على احلى اذاعه مزاج اف ام، ورح نطفي شمعه السنه اللي مرقت وندخل بسنه جديده ان شاء الله على خير يا رب، تكون مليئه بالانجازات، مليئه بالخير بالصحه بالبركه عليكم جميعا. كنا عم نحكي شو هي نسبه رضاك عن حالك وعن انجازاتك لسنه 2022، عم بتشاركونا ورح تعلقوا على الموضوع نفسه على 07-88-95-3-95-3. تسليم تحياتنا لإلك كمان هون، بدنا نحكي هلو هلو لأم جعفر، وأكيد رح نسمع هلأ رسائلكم الصوتية. شو هي نسبة رضاك عن حالك وعن إنجازاتك لسنة 2022؟ سنة 2022 كانت كتير سنة حلوة مليانة بالإنجازات، الحمد لله اشتغلت شغل جديد وشرينا بيت و عملنا صداقات كتير حلوة، مرت بسرعة بحلوها ومرها، بس overall كانت سنة حلوة كتير الحمد لله. رائد بحكي سنة 2022 حققت إنجازات عظيمة، ولسه في بعض الإنجازات اللي لسه ما حققتها، بس أنا عادي مو فاقد الأمل، 2023 إن شاء الله رح أحقق هاي الإنجازات. محمد هلو. مرحبا، مساء الخير، يعطيك ألف عافية. الله يعافي عمرك، طمنا عنك. والله بخير، يسلم عليك على هيك برنامج و... الله يسعدك. الله يعافي عمرك. من وين عم تحكينا محمد؟ من عمان. من عمان، طريق السلام لك، يعطيك ألف عافية محمد. الله يعافي عمرك يا رب، الله يسعدك. احكي لنا شو هي نسبة رضاك عن حالك وعن إنجازاتك لسنة 2022؟ صراحة عشان ما أكون مغرور يعني 100% نسبة ما شاء الله. ليش تكون مغرور؟ السنة والله حلو كثير علي، مع انه كان في شوي هيك صعوبات، بس انه ممتازة يعني، اشتريت سيارة وبيت وتجوزت، اموري تمام الحمد لله. الحمد لله وفتح معي شغلي كويس يعني الحمد لله. ان شاء الله كل ايامك تكون يعني حلوة ان شاء الله، السنة الجديدة تكون يعني خير على الكل. شكلها وجه المدام خير عليك يا محمد. هاي هاي علامة مهمة ترى. عشان كون واضحين يعني وجهها مش نحس. والله وجهها خير عليك. يلا إن شاء الله دائما كل أيامكم تكون حلوة يا محمد، شكرا لاتصالك. الحمد لله دائما وأبدا، أكيد الأشياء اللي مرتي فيها مو سهلة، بس اتأكدي تماما إنه ربنا عارف ومتأكد إنك أنت رح توقفي على إجريكي ورح ترجعي أقوى من قبل. أكيد الواحد لما يخسر حدا عزيز عليه بحياته مو شي سهل، عمرنا ما مننسى ولا رح تنسي، ولا أقولك الأيام بتنسيكي، لا ما رح تنسي، الألم بخف، الوجع بخف، وإن شاء الله هيك سنة 2022 تكون فيها خير لإلك يا صديقتنا إن شاء الله يا رب. يلا احكولنا شو هي نسبة رضاك عن حالك وعن إنجازاتك لسنة 2022.